أعرب عاطف المغاوري نائب رئيس حزب التجمع عن سعادته لما تشهده جلسات الحوار الوطني من تنوع في الحضور من مختلف الأطياف بالمجتمع المصري. وأكد المغاوري على وجود جدية كبيرة في التعامل مع مختلف المقترحات المقدمة من مختلف المشاركين بجلسات الحوار الوطني. لي الشرف أن أنا بأشارك في جلستين لجنة الأحزاب خاصة بالأحزاب السياسية، وفي الجلسة الأولى يعني ما أسعدني هو التنوع والحضور لكافة أطياف المجتمع المصري وممثلي كافة الأحزاب، منها ما هي أحزاب يعني مرخصة لها ترخيصة لها تاريخها وممثلة في المجالس النيابية في البرلمان سواء بغرفتيه، وأيضا هناك أحزاب ما يمكن أن نتعرف عليه في العرف السياسي أحزاب تحت التأسيس بغض النظر عن أحجامها، لكن الجميع يعني طرح بعدالة في المدة الزمنية وإتاحة الفرصة لإدلاء بأي رأي دون الاعتراض ولا التعقيب على أحد بعضنا، كل واحد خلال، بالإضافة إلى أن هناك يعني جدية في التناول الموضوع من خلال الطرح، والوقت الزمني لا يسمح فبيتم تسليم أوراق مكتوبة يعني تم إعدادها مسبقاً بتتضمن ذات الوجهة بس بالتفاصيل يتم تسليمها لرئاسة الجلسة.